بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الرابع مدارس دار الثقافة الأهلية، اليوم لدينا درس فونكس، وفونكس تعني الصوتيات، تعني الصوتيات، الحروف وطريقة نطقها. Exercise number one: listen and say. عندنا شباب اليوم أربع حروف، راح نعرف كيف تنطق. ك ك كيوي. ال ال لايون. مونكي. ان ان نست. هذه الأربع أحرف طريقة نطقها، الأربع أحرف وطريقة نطقها. الكلمات اللي موجودة: كيوي، لايون، مونكي، نست. هذا كل ما لدينا اليوم، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم.